معظم الأصوات الحلبية ارتبطت بالقدود والمشرحات، ولكن ضيفنا صاحب الصوت المميز اختار نوع غناء وموسيقى مختلف ليبرع ويتطور مع الوقت خلال تواجده بكندا. عن الخطوات الأولى بالموهبة والتحديات اللي واجهها والحفلات اللي شارك فيها بحوارنا مع المغني حكمت مارديني. أهلا وسهلا فيك معنا سيد حكمت. يا هلا فيكم، شكرا على الاستضافة. شكرا لحضرتك، وبس بحب نوه كمان أنه أنت كمان معروف بكندا بمات مارديني، صحيح؟ طبعا، لأنه أول ما انتقلت لكندا وحبيت أشتغل بمجال الموسيقى، يعني الاسم الكامل حكمت شوي صعب لفظه بالنسبة للكنديين، وأنا التوجه واضح أنه حيكون جمهوري السكان يعني والمواطنين الكنديين الكبيكوا أو يعني الفرنسيين أو الإنجليزيين، فأصيرت هيك اسم أسهل. عفنمات. صحيح. لو بتعرفنا عن حضرتك، مجال دراستك، وكم سنة لك متواجد بكندا؟ اللي بكندا من 2012، يعني 10 سنين وشوي. طبعا قبل كنت يعني وجودي بسوريا، طبعا أنا من مواليد حلب، اشتغلت درست بحلب، الباك جراوند تبعي اقتصاد، بعدين انتقلت للشام. فبس بمجال عملي بالموسيقى المحطتين الأساسيات هنن كانوا نادي حلب اللي هو كلوب داليب، اللي هو طبعا مكان جدا معروف، هو نادي عريق للعائلات الحلبية، اشتغلت فيه لمدة 7 سنين ونص تقريبا مع أسماء كبيرة وموسيقيين كبار اللي تعلمت منهم كتير. بعدين انتقلت للشام، بالشام عملت كونترا عقد مع اوتيل شيراتون، اشتغلت من 2004 لل 2012 لوقت ما سافرت على كندا. كان عندي برنامج يومي، يعني انا كنت بسموه دي ريزيدنت سينجر، الفنان المقيم بالاوتيل اللي عندي كل يوم فقره بمكان اسمه دي انجلش بوب بشيراتون الشام. طبعا 8 سنين، فكان وجودي بالشام من امتع سنين حياتي اكيد يعني. من بعد انتقلت على كندا ب 2012. تمام. لاسباب اكيد كلنا بنعرفها صار بسبب الظروف، يعني صار السؤال نبقى ولا نسافر. انا زوجتي هي كنديه من اصول سوريه، فكان عندي الامكانيه انه اسافر بشكل مباشر، ما عندي تعقيدات السفر، ف كان معنا أولاد، وكان القرار إنه إذا نبلش العيلة ونجيب أولاد يعني نطلع نبلش بكندا. لو بتقدر تعرفنا تعطينا فكرة عامة عن نوع الغناء اللي أنت بتأديه، ومثل ما فهمت من حضرتك إنه أنت بلشت الموهبة معك من حلب، خلينا نعتبر الانطلاق. تمام، ومن حلب أنا هذا الشيء اللي أنا بقدمه، يعني أنا ما جيت على كندا وغيرت. لما اشتغلت بنادي حلب، وهذا الشيء اللي عطاني أكيد دفع كبير، نادي حلب رواد النادي هم من العائلات العريقة بحلب، ومعظمهم إذا يعني مو كلهم ناس دارسين، في كتير دارسين أصلاً برات سوريا وجايبين شهاداتهم برا، واللغات بالنسبة لألون هي شغلة بديهية، يعني الناس هوني كلها بتحكي فرنساوي وإنجليزي وهذا شيء عادي. وجودي بالنادي فادني كتير من ناحية اللغة وتطوير السكيلز، يعني المهارات اللغوية بالأغاني، وأكيد موسيقياً قلت لك اشتغلت مع ناس، يعني أكيد مع حفظ الأسماء، سمير كويفاتي اللي هو أخ كبير يعني بالنهاية، اشتغلت مع فترة سمير طويلة كتير يعني، وأصلاً نحن كانوا مثل عائلتي يعني، هو ومرحوم ميادة اللي بتضل بقلبنا. أنا اشتغلت معهم حتى بالفرقة، أنا كنت مع ميادة بالفرقة لفترة طويلة يعني، وكان معنا حتى انا كنت غني الجانب الغربي اللي يسموه الغربي، اللي هو فرنسي وانجليزي، وكان في الله يرحمه وضح شبلي كمان كان يغني بالنادي العربي. يعني نحن هاي الباند تخيل قد ايه كان شغله هيك رائعه، يعني نحن عم نحكي عن مرحله تاسيس كثير مهمه، يعني الاسماء اللي عم تذكرها هي موسيقيا وغنائيا هن اساتذه بهذا المجال. تماما، فانا كان مطلوب مني انه اقدم مستوى جدا يتطابق مع المستوى الموجود اصلا، يعني سمير والفرقه بيقدموا مستوى موسيقي جدا عالي، يعني بسموه الريت الموسيقي كتير عالي، فانت عندك تشالنج، تحدي انك تو ماتش، يعني انك تطابق الشيء اللي عم بتقدمه.
فكرة حلب هي ولادي مثل ما تفضلت حضرتك بالبداية، أكيد المعروف هو الأقدود، لأنه أستاذنا الكبير يعني الله يرحمه صباح فخري هو اللي نشر هذا النوع من الموسيقى وسواه عالمي. يعني تانكس لصباح فخري، هذا الموضوع صار عالمي، فكل الناس تربط حلب بالقدود. وانا على فكره انا بسمع قدود، انا بسمعه للاستاذ صباح، وانا بعرفه شخصيا طبعا الله يرحمه، وبعرف العيله، وكنت لي الشرف دائما كنت التقى فيه بالشام. ف انا بسمع كثير وبحب الغرب الشرقي، يعني بسمع موسيقى شرقيه، بس توجه من البدايه انا هيك، يعني كل انسان عنده توجه، في ناس تحب الباسكتبول، في ناس تحب صحيح الفوتبول، في ناس تحب رياضات ثانيه مثل الرياضه، الموسيقى توجه. هلا الوالد كمان يمكن له انفلونس، بسموه تاثير، يعني لانه والدي كمان كان بهذيك الفتره هو كمان مغني، وبيغني غربي وبيغني شرقي، بس تواجد الموسيقى الغربيه بالبيت اعطانا ساعد، هذا أكيد الباك جراوند. ساعدك. تمام، هلا نحن العيله كلها فنيه، يعني حتى اخي تاسس فنيا من البيت اكيد، وبعدين اتطور، ما بعرف اكيد تعرفوه فادي مارديني، الملحن الموزع المؤلف أكيد الموسيقي اللي أكيد بيعمل أستاذ فادي اللي بيلحن لأكثر من مسلسل وأفلام. فادي ايه كمان، يعني كمان الباك جراوند الغربي كثير عطاه تميز بشخصيته الموسيقيه. أكيد فبنرجع لقصة البدايات، فمن البدايات انا هذا كان التوجه، وانا كنت بالنادي بغني الغربي، فرنسي انجليزي مينلي يعني بشكل عام، ولغات ثانيه يعني، لانه بحلب معروف انه في كثير مغنيين بيغنوا غربي، يعني هذا ما كان شيء جديد، يعني من الستينات والخمسينات، يعني بابا بلش بالستينات، اخر الستينات كان في فرق حتى مستواها كان في الموسيقي فرق عن جد جاز أنا بعرف إنه موجودة بحلب. فرق مستواها الموسيقي بدون اي مبالغه، مستوى عالمي، عالمي لا صحيح. يقل عن اي مستوى لاي فرقه بامريكا. يعني كان في فتره انعمل فرقه جاز صغيره من اساتذه كبار، ان كان هراتش اسيس اللي هو بيعزف ساكسفون على مستوى جدا عالمي، سالم بالي مع حفظ الالقاب بيانيست على مستوى عالمي، طارق فحام اللي هو عازف الدرامز العالمي. فهدول كلهم اسماء مع انه ما وصلت للعالميه بشكل انتشار، بس الأداء اللي كانت عم تقدمه هو أداء عالمي. عالمي من دون اي مبالغه، يعني تحطهم مع مقارنه مع فرقه جاز معروفه عالميا، ما بتحس انه في شيء حدا متفوق على حدا، يعني ناس تعبانين على حالهم، ان كان دارسين وان كان مختبرين الجانب الموسيقي. فهي الانفايرمنت او اللي بيسموها، يعني هي البيئه بتفرض عليك، يعني ما عندك حل، يا بدك تكون عادي وما حدا يعرفك، يا بدك تكون لا انك تقدم شيء صح. فنرجع لقصة نادي حلب، انا بتغني بالنادي، بدك تكون ما تغلط خاصة بالكلام، فعم تغني فرنساوي لازم تغني لكنة صح وكلام صح، لانه يعني كل عم قاعدين عم بيسمعوك بيعرفوا اللغة، مش انه والله سمعوا الغنية مرقت، لا. هذا اكيد اسسني بشكل كثير منيح. ولما طلعت على الشام اكيد منه اقل، عم بتغني بشيراتون اللي هو يعني المقصد لكمان عائلات الشام الراقية والسياح ورجال الأعمال الأجانب. هذا دليل كمان الأداء اللي كنت أنت عم تتميز فيه. بس أنت عم تحكي في سؤال هلا عم يخطر على بالي، إنه هي البيئة اللي أنت نشأت فيها اللي كنت أنت فعليا أنت مؤسس صح، خلينا نعتبر موسيقيا وغنائيا وبالأداء، هل هذا التأسيس هو ساعدك لما انتقلت على مجتمع اللي هو المجتمع الكندي اللي مختلف ثقافيا ولغويا عنا، هذا التأسيس الصح هو ساعدك لحتى تتأقلم مع المجتمع الجديد؟ بدون شك الاساسات دائما بتلعب دور، يعني ما فيك انت تبلش من دون اساس. هلا انا ما بخفيك اول ما طلعت على كندا كان عندي شك وتساؤل كبير، يعني انت طالع من بلد اللغه المحكيه هي العربي، عم بتغني لغه ثانيه فانت متميز، بينما طالع على بلد الناس اللغه الرسميه هي فرنسي تليها الانجليزي، نحن بمقاطعه فرنسيه ضمن كندا، اللغة المحكية هي اللغة اللي أنت بتغني فيها ومثلك متايل، يعني هيك كان أول شيء التصور. وحتى في حادثة إنه أول يوم وصلت فيها على كندا، ثاني يوم الصبح مرتي عم تورجيني، سكننا داون تاون يعني قلب المدينة، فنزلنا على المترو، يعني نزلنا على هيك
تعرف هونيك في ثقافة المترو ميوزك، إنه بتلاقي في موسيقيين بيعزفوا المترو. يلا طيب، شفت لك واحد عم بيعزف جيتار وبيغني؟ قلت أوف يا حبيبي، هذا الزلمة بيفلج، شو أنا جاي أبيع مي بحرق سقايين؟ يعني شو جاي يعني؟ بمعنى بس خلينا نرجع، نعتبر إنه السوق كان فيه منافسة كتير كبيرة. كان ولا زال، لأنه بالنهاية يعني هلأ نفس الشيء، إذا بدك تعمل إسقاط على السوق الموسيقى، السوق لنقول المطربين العربي بسوريا أو بلبنان أو بمصر، يعني اللي بيغني عربي بأنه مهما كان في منافسة بيضل في تميز. الله خلق كل بني آدم يونيك متميز، فأنت بتلاقي بدك تلاقي تميزك وتشتغل عليه، ما في شيء بيصير بلا شغل. فبالعودة لكندا، كندا كان بالبدايات عندي شكوك، بس دائما أنا عندي هذا الإصرار إنه لا، بدي أثبت إنه هل أنا دائما بعمل شيء تاني في الحياة. يعني الموسيقى هي ما دا أقول جزء صغير، هي جزء لنقول 50-50. يعني كان بسوريا، أنا كنت بسوريا بالشام بشتغل مع أخي وصديقي، وحتى تعلمت منه كتير، صديقي كرم تازباز، بمجال البزنس والأعمال. أنا كنت بشتغل بشركة contracting، يعني كنت وكيل لشركات بشتغل بالطاقة والإنرجي والكهرباء، وشي ما له علاقة بالموسيقى. أنا يعني هذا توجهي الثاني. نفس الشيء بكندا، أنا عندي شيء ثاني بعمله، بس ما فيني أقول هذا أكبر وهذا أصغر، الاثنين بمشيهم بنفس الوقت، في توازن. هلأ الموسيقى كان عندي شكوك فيها، بس أوائل حفلات اللي عملتهم وأول مرة تقدمت لجمهور بعرس، الجمهور كان نقول 50-50، يعني 50 كان في جالية لبنانية، كان عرس لبناني، وهون طبعاً نحن هون ما في لبناني سوري كذا، كتير الجاليات قريبة من بعضها. فبهذا العرس أنا حسيت إنه لا، في عندي تشانس كبير، لأنه الكيبيكوا، نحن نسميهم كيبيكوا، نحن قاعدين بمقاطعة كيبك، كتير حبوا الشغل لدرجة التفاجؤ. يعني حتى هلا أنا مو مات مارديني، أصلاً حك عفنا مات، اسمي بيعطي رنة إيطالية، فمات مارديني دغري بيقول لك إنه أنت إيطالي؟ لا حبيبي، أنا من سوريا. نعم، شلون يعني من سوريا؟ هيك عم بطلع معك، تخيل ليش ما بيطلع معي، بيطلع مع غيري. نحن السوريين يعني عنا الفن موجود بدمنا، يعني مو بس انا، يعني انت أنا من وغيري. هي الحادثه فينا نعتبر ان انت عم تقدر تكسر الصوره النمطيه الموجوده عن السوريين. ما بس انا، هلا الاف السوريين طبعا، في اكثر من حد عم بيشتغل يعني على هذا الموضوع. الحمد لله السوريين بالعالم اثبتوا، وان كان مثبتين كانوا من قبل، بس صار اكيد تسليط الاضواء إعلاميا صار أكبر نتيجة الأحداث في سوريا. يعني بأن سوريا تتصدر العناوين بسبب الحرب والقصص. نفس الشيء أي كلمة كان يصير فيها سوريا، يعني أنا هلأ هون أخذت حقي إعلاميا من الإعلام الكندي. يعني أنا استضافوني كل المحطات الراديو الكندية، ما عم أحكي على اللي بتحكي عربي، لأنه أنا التوجه من البداية بما أنه بغني فرنسي وإنجليزي، مين جمهورك بيكون؟ الناس بتحكي فرنسي وإنجليزي. نفس الشيء الإعلام، فأنا طلعت على كذا تلفزيون. هلأ بالكريسماس مثلاً بيستضيفوني التلفزيون الوطني Global News، حتى أكون أنا الفقرة الفنية بالكريسماس الفترة الصباحية، لأنه بيعملوا كل سنة بـ 16 الشهر فترة صباحية بيعملوها من أوتيل كبير وكذا وكذا، فاختاروني أنا أكون المغني. هذا حضور الكريسماس. يعني هذا المهم، أنه صار لك حضور بضمن الإعلام الكندي، لأنه لقوا هذا الشيء المميز الموجود عندك. يعني فيهم يجيبوا أي فنان كندي، يعني عرفت. وبعدين هون في agencies، الناس هون في agencies بتحارب لطالع فنانينهم. أنا ما عندي agency، ما عندي promoter، ما عندي production company، أنا عم بعمل شغلي كله لحالي حتى الآن. لا ممكن اتعاون مع agents و record labels وهالأساس، بس أنا عندي record label، يعني شركة إنتاج موسيقية لألي. فمثل ما بنرجع لأنه إيه أكيد فيهم يجيبوا حدا، بس الحمد لله عم بيشوفوا شيء متميز عندي، لأنه كمان إحنا هون بكندا في موضوع multiculturalism، يعني التنوع الثقافي كتير بيحبوه، بيسلطوا عليه الأضواء. وكوني سوري هاي نقطة قوة، ما أنا نقطة ضعف، بالعكس. يعني هن بيقدروا هذا الشيء، إن كان سوري وإن كان أي جنسية تانية، عم بتحاول تندمج بالمجتمع بشكل مش تندمج تدوب، تندمج يعني تكون مؤثرة ومتأثرة بالمجتمع.
فالحمد لله كان هلا يمكن في حدث هو الاهم اللي حطني مثل ما بيقولوا على الخريطه. انا بال 2017 كنت اول سوري ولا زلت او حتى من الشرق الاوسط بيغني بشيء اسمه سنتر بيل سنتر، هذا بمونتريال المدينه اللي احنا عايشين فيها. هذا اكبر صاله رياضيه ومالتي بسموها مالتي بيربس، يعني بيعملوا فيها حفلات. كان مايكل جاكسون اجى عمل هون، سيلين ديون تجي بتعمل هون، 30 ألف متفرج، يعني مكان ضخم جدا. فكان في حدث رياضي، حدث بسموه جالا بوكسينج يعني. ايه فكان الشركه المنظمه اصلا صاحبه شخص تعرفت عليه وحب انه يكون انا الجانب الموسيقي بهذا، انه بيعملوا ستايل لاس فيغاس بسموه، انه بيكون في مباراه بوكس بعدين بيطلع مثل فرانك سيناترا عشان بيغني هيك ستايل. فوقع الاختيار علي وضجة صحفي انه ايه انه صار على الاعلانات، على الاعلان انه ذا سيريان كرونر، كرونر باي ذا واي هلا بشرح لكم شو هي ذا سيريان كرونر اللي غنى بسانتر بيل، انه اوه يعني هي شغله كبيره. كرونر هذا انا النمط الموسيقي تبعي، يعني لحتى يفسر بشكل اسهل لما بيقولوا مغني هذا كثير شامل. يعني المغني ممكن يكون بيغني روك، بيغني راب، بيغني جاز، بيغني غوسبل، يعني انه اغاني مثلا دينيه. لا بس الكرونر هو انه الصوت العذب الدافئ اللي بيغني رومانسي وبنفس الوقت عنده قدرات غنائيه قويه. فانا بسموني السيرين كرونر مع نعم. كل فخر طبعا نعم. استاذ حكمت، انا سؤالي الاخير لك هو من شقين. اول واحد، هل بتلاقي شخصيتك أو المسيرة اللي أنت هلأ مبلش فيها أو كل هاي السنين، خصوصا لما نحن عم نحكي أنه شخص كان عايش بسوريا وانتقل لكندا، يعني بشخص كان موجود بوطنه وانتقل لمكان تاني، هل بتلاقيها بتتشابه مع مغنيين أجانب أنت بتشبههم بنوع الأداء الموسيقي اللي أنت عم تقديه؟ هذا الشيء الأول. والشيء الثاني، المشاريعك اللي جاية لقدام. أولا أنا بسوريا طموحي الموسيقي كان أنا عمله انه مثل سقف، لانه ما كان عندي الوقت استثمر بالموسيقى. لا ما كان عندي طموح عالمي بصراحه، يعني كان طموحي محلي وكنت وصلان لمرحله جيده بهذا الموضوع، كنت غني باكبر الحفلات باهم الاماكن. هلا انتقالي لكندا خلاني افكر، وخاصه بعد 2017 لما غنيت ببيل سنتر، انه امكانيه تحويل ما عندي الى عالمي ممكنه، بس طبعا بدها شغل كثير. فأنا هلأ الطموح العالمي هو على الطاولة، وهذا الشيء اللي أنا عم بشتغل عليه. أنا عملت إنتاج لأول ألبوم غنائي ب 2019، أنتجته بال 2019، أطلقته بال 2020، اسمه هبة على اسم زوجتي. هو أغاني كندية معاد إنتاجها، خمس أغاني. طبعا عملت أول حفلة كبيرة بال 2019 على المسرح، حفلة ضخمة عندكم، بعثت لك جزء منها ممكن إذا بتحبوا تشوفوه. وبال 2020 عفوا 21 عملت، اطلقت البوم ثاني هو اغاني مختاره من اول حفل كبير لايف. بال 22 اطلقت البوم ثالث اسمه Unplugged، يعني انه بما معناه انه بس موسيقى بدون الات الكترونيه، موسيقى بيور خشب يعني. هلأ عملت حفلة مؤخراً كتير عطت صدى كبير، اللي هي تريبيوت، بسموه تريبيوت يعني تكريم لفرانك سيناترا وشارل أزنافور، أهم أيقونة أمريكية وهي أهم أيقونة أوروبية فرنسية. أول مغني عالمياً بيجمع بشكل رسمي يعني official tribute على مسرح كبير، 800 شخص 700 شخص، كانكم حقيقيين 700 شخص مع فرقة 14 عازف كلهم كندية. أول مغني بيعمل هذا الشيء على مستوى عالمي، إنه الاثنين سوا بنفس الوقت، لأنه قليل تلاقي حدا يقدر يأدي الاثنين سوا بمستوى عالي. هي الحفلة اللي كانت مع المركز الثقافي السوري؟ طبعاً. هلأ أنا اشتغلت مع المركز الثقافي السوري، هي تاني حفلة. المركز الثقافي السوري هن أصدقائي ودايماً بنعمل تعاون لحتى نقدم شيء بيعكس ثقافتنا، إن كان سورية كموسيقى شرقية وإن كان سوري لما بيغني فيه مختلف. فهلأ النكست ستيب أو الخطوات الجاية أني هلأ عم ببلش بعمل هذا الكونسبت اللي هو سيناترا أزنافور،
بس مش بس سيناترا وأزنبور، حسميه فرانكس from سيناترا to أزنبور و everything in between، يعني وشغلات تانية كمان ممكن تتقدم بهيك حفل. وهذا الحفل حيكون إن شاء الله جولة عالمية. طبعا الكورونا وقفتني لأنه أنا already في 2020 كان عندي 3 حجوزات بيوروب، بس يعني already كان بعد حفلة 2019 حجزنا صالات كبيرة بأوروبا بس كلها وقفت. بس هلأ بلشت أرجع أعمل حجوزات عالمية، كان بيوروب أو شوي بيوروب هلأ صعب، ممكن دول تانية يعني حيتم الإعلان عنها قريبا. follow me on Instagram بتعرفوا كل شيء. أكيد أستاذ حكمت أنا بتشكرك كتير، موفق بكل الخطوات اللي أنت عم تشتغل عليها، وإن شاء الله مثل ما أنت قلت أنه تقدر توصل للعالمية بكل الشغل اللي أنت عم تقدمه. تسلم، شكرا أكيد على الاستضافة مرة تانية. شكراً لك.